باب الجعالة إجارة باب كيسي الجعالة ونقاردنا إن شاء الله تضوء بابك كما ينري بابك اللي حاضر بك هذه النقطة هذه بعد الهلو بعد مرك هذا شو قابك كل نرمي لهذا بعد ذا الهلو يسدين ليلا انت اللي يا قابك محلو سمين بابك حق الدونة وانا بابك تدواد باب باب ما نقولتك الدونة انتو بادو ربي المو باب اللقيت علم اللي ردي هدي اللي هرون محال قوسة من يقول علم اللي توري اللقيت علم اللي توري ويا النقطة بادي ويا اما الدهب هل اما العق هل اما وحي لمدة لقطة ويا وحي لقرب صدور الكالاقا قاتو اللقيتنا علم اللي ردي ويا المال اللي داي وحجري ويا ما انت بيجرا المال اللي داي مركا سوق على تو يا قعنت لغا سارا يا انا قادن كان قام كان لولا دغما تدودا بابا بابا عمر دورا دور بيرمو لكن عشر كعاوه نقول ان شاء الله بالله ويرا دمات كبا كتاب الغصب باب ضمان المغصوب باب كتاب كلوغو هذه دونا وحا ويان ضمان المغصوب وحل الدعي أمد لهان لو قاتي ضمان كذي قابك الله ضمانه أما بلو كذو وفيه وحاكو سغل مركب بابك باب ضمان المغصوب لو وهد دونه أربعة ضوابط أفر قضب أفر تا قضب من عشر قضب من قدونا دون بيهن أفر تا قضب مع أدلتي بنمتل ما مدونا عشر كعاون نون قدونا دون بيهن بابك كقد بمين إن شاء الله باب ضمان المغصوب بابك مبوك هذا يا وحل دعي إبوليان الوقاتي أما حق الوقاتي قاب سيد الله ضمن الله كذب غصب وسيدي سوى محيط غصب وحل ليه وغصب رعويا مسبولي ومحي غصب غصبه هو الاستيلاء غصبه وإن وحق قصب يدرقني حوي أو أشعر تطقق هذا تويا على مال الغير قفك لحوليس حراء مركب هذا تويا ولي لغور راع عمي لكن حول إسلام يدبع قادتي حدنا قهرا أود بضو شيغتي بغير حقي بضو قادتي مرارك قاركي وحد رعي حول لغو قادتو قصر يدر غني أود لكن حقيها تذكر قول يا إسلام يد أما نرالك إسلام يد أما قاديد إسلام يد كهيشتا مرك إيهو نقطو إلا قصر عليو محكمة اللوغيو إن يقول يا الله سعر سيقى سبيا الدرقين يد الاستيلاء لما يراد روح حقا مغنابا صوت دعويسا حقي سوى الله قد عنك هاستا مجرمة تلمي مبوكوها سامركا سامركا وحاو يبولي ما نقط سيبا بولي كفر يا إمهانة لكن قصر كي يدرقين تي أبو دادر لو شيئا يدو وحاو يان استيلاء لما يراد صدوك الروح انت ديما لغو يا شيء حولا نقول لك ان الدين الاسلامي يسكب ودرا مره هذا سوح به سانتا ومسالك وركس هذا الليل وان كان ذو عسرة فنذرة الى الميسر امر ربي وي ان لو كاد يوي القفك الى وحكاه لكن انت حيث حولا اسلامي نيل ودرا مره مطر الغني ظلم مصوبا وقتل المامي روحه وحيث صاحبك سمير ميرين تمير ميرين اي ظلم وي ka oo kale gaadiidkiisa gurigiisa baa la iibay isagu haddoona ma hadii daraad sharciigana sameeynaayo waxa fowdal mar sharci baa jiro sharci baa waxa qabanaa marka taa waa mas'aladeedii taa qahri lama jiraado baa wuxuu ka hadli doonaa qasbi huwa maxay qof maalkiisa aad markaad maamusho way qasab iyo dirgan aad ku qaadato hadana bi ghayri haqqi حب قرطوان حي إن حول إسلام مثل الرعو شرعكم حققبا حب كيف صورتوان حي حكمه محرم بالكتاب والسنة والإجماع ضع أما الدولي وحلقوقاته حرام وينو قطعا قرآن كمركانو إيقنو
أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أجنوا إجماع الأمة مركانوا أجنوا ما ليكم بنانتها يدعي الدولي بالجريم. أما الكتاب مركانوا أجنوا فقوله تعالى ودليله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والعذابية وعرب إليهاي كو حق رميين صدو ذلنسين تنمي حق دروح لنا بكرة قادرنا ترفين يظلم يدعي حق درو نوعي كنتان نقطه نوعي كنتان نقطه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم من أذكر فائدان الروح كرقدتان الرالي نسكو ذيهاي تهلتي ديما لكن يعني يترفو يخيانو يلعي بوري ما يأسدها يرينا مربيرين آياتك الوحو ربك يري ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يلعنا نبود رب إذنكوك هيا لنا مربير حولي لنا ضمتان تلمي أموالكم ربك عبري بالآيقة ولا ركاق المسلم كحوليس هذا إصداعي ولا تقتلوا أنفسكم نفتنا هدلنا ولا لينا هدلنا ولا لي نفتنا هدلنا ولا لك هدلنا حوليس ظلمها قوقاتا مركا مركا قارك المحكمة ذهب اللي سوق يو يدو لا نفسي وحضو قردرا هذا سوق تايبا وكيلي الله يرون بالقبصة لو ما أنت يجرتويا لكن ما أنت ذا الله يري وكيل القبصة أفتها النوية مرعي وحاد كفانتو فمن يجادل الله عنه يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا قياما لتقدونا كوى ظالمين تمجرمين تو يودو ديتو يا وكيلون قندو يا الله يرون قندو وكيل كان قندو لما جرتويا مرك هذا ظالم تهي وحبها قبصة وحبها الدفاع نفت هذه ديت كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ربنا لي عدارة دهير كلا قرسيه بل إيه حضات قردران تاي قردران هذه قربة المولي أو الوالدين ما شاء الله تعطيه بل إيه أبي هو يبع الله كبير هذه وحلة سوها يشتب مرقاتين أتكتا وأبي هو إلي قردران يهي قردران ذين العدي سويا هذه عدالة الله ورسوله عدالة هي وحلة قاطة يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما ايضا مركات سيود قف كان مال قبين ويوحب سين دوناي نيكا هو مسكين وانا قلنا حريستي محكمة دوحة ويهدان حتى كؤو ونبا لنبو مرا يوحا وحبكا مقلين فالله اولى بهما الى بكا اولى لما بضانو الى درتي ودوب ذن الشهادة لله ويا الى درتي ودوب ذن يوحا دوبتها ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ربه وحذوبتها ذات قريصه قلبي أجيب الله وعمي قلبي هنا أشرف الأعضاء حبنه للحبين توقي ما بدوية روح هل كادو كبدين تيسقو لما وضع لمناي هل كادو كنو لادنا هل كاي هقاكتنا حبنه لما وضع هقاكي مركب رعا غصبك بوليك وحو يوى حرام بالكتاب والسنة أما أحاديث مركان وإجن حديث كليبا نسوق عدنين حديث كليرا صوبنين عليه الصلاة والسلام أما الله بحديث بنسوق عدنين حديث كوري مركان كور مر وحصحاب تيسكو الحديث كور ليرا لكن محل شاهد كليبا نكسوق عدنين فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب وترسول كالي صلى الله عليه وسلم ما لي ما كم أما وحويان سواء كا محوها منا ميرا وجوه غي بخطبة دي اللي رد وجوه دي بوح عمر كايبي ما انت هو مالنته وتالله شغي مالنته تايب بشه بشان الله شغي ما شأن جوننا هو بلد كأمينا حرم كويان هل كان الجوب مركب وحكويري قد بطا دير مركب وجيدي وحكويري وردضم فإن دماءكم ديقك إن ديق أسككشان باستشان وأموالكم حولين ستر فيا بين يظلم يلعث فكرة قادتان
وأعراضكم هي شرفتيني ولا الكام هي شرفتي صومي الكغل عضو بينكم مديك لحديني سدح ذا لصوتي المامي حرام ويا وحبرا معها ولا الكغل ليكي سيبا ذا نقلي كري ولا حولي سيبا ظلمي فوقا ذا نكري ولا شرفتي سيوا حويا يعرضك سيبا ذا ميلان أغلق كري كحرمة يومكم هذا مالنتيني تن سيقرم أولادها يسغالات كويا مالنتا مالنتا حرمة يسويا في شهركم هذا بشينتان بشروا من أشهر الحرب كم تاي بشعرف أفرت بالوسيقارات اللوغيمية في بلدكم هذا مكوات غنوة بلد ذكر ميسا مركب رسولك عليه ليبلغ الشاهد والغائبة كجوجوك هل كان كهجرسي وكم مقن تنتو مواصلة ليبلغ الشاهد منكم الغائبة كم جوجوكا كم مقرن وقرسيوية بلغوا عني ولو آية بدردارا كأها آية با الله كم لغا وعد عليك إيقا مقشين الدين أدبرتين وذكر يكتب رسولك اللي صلى الله عليه وسلم يومد قرسيوية حديث كالأدام قدر بابك بخاري المسلم وذوريان من حديث ابن زيد صحابي ابن زيد الذي يجري وحولي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلمي على قاضي دعي بولك رسول كان لا ينكم غلي يسقون من أخذ شبرا من الأرض وحبدا بدا قدر أنت لك رولك سهدي ماذا الله دروس صدا أما رول هذا له برولك هذه قدر سن أما رول ربا قفصر رول بدا بدا يو أنت إن لك شبر هو أنت إن لك رول أن يسقون ظلمي على دعي بولي روحك قاتا فإنه يطوقه يوم القيامة من صدع أرضينا رسولك اللي وحبه صلى الله عليه وسلم رولك أوقاتي قيبت أوقاتي باللوغونا والجزاء من جنس العمل وياني انت رولك أوقاتي سوما قيبت باللوجراي إلا تضبط أبرل مركا باللوغونت اللوغلنا يا قيامة مركا الله تقول قابك أوقاتي لا يساق قرانا يا مركا قابك ربي أوقات سين لا يساق قرانا غريب يقول لنا وانت تضبط انت لوغونت اللوغل يوتسدو لكن الله دوني بكرسين أي إني واحد قاده ولك عاقفة يا مركا وسن قادي كريم تلم بقول مركا خطر ويا الدنيا آخرة وسن قف عنا دعي الدنيا يظلم واحد لغاته الدنيا ما لغون نجحين آخرة لغون نجحين أنتم خسارة ويا مركا باب كوك هذا يا تلم يا أما غصب يا واحد لويا قانو دع أما بقولي حول الإسلام وحسد الوقت نقوان ونقانا سوما ومعروف قولي إسلامي دول الإسلامي قاديد إسلام وحبدا الله اسكقل لي وحبدا اللي عبيهي باب ضمان المقصود بكهذا يا باب كهذا يا وحل الرعي قابك الله ضمانه كل إسلامي دا قادتين بير بار قادتين حول مركز رتيلة بدو قابك الله ضمان إلا وحل يا بامان انت قادنا يسيد دعي يسيد العقب برم بدم بوقف لي روح اسمه قلنا هذا الرنثة من كيمو ثمن بيلاي كم كايا بحراي هذه كوجو مغناه على قاره ولا بس مثلا قاري إسلامات بعد عدي كاري مارين في شبك بوقف شقينا يو مثل وحنا كهذا بالبعض هي ستي بقول قاري أمر كان عارين يصير بقول يكون تون كوني هذا ودك تويا ولو قاري مو اللي قاعد يبغى فور إنت قالت يا مرحبا مرتين بس كده تبتين قف كوش غير أي المو كبي لنا أي كديث كوش غير أي أحد نبي يا قاتل هذه يكون مغناه بالقول يا إنتو شغيل لا أو سمايل لا سوق بالقول يا لذالك باتعيو طلب من أبو قاتل باب ضمان المغصوب وفيه أربعة ضوابط الضابط الأول قدر كوري وكاذي دونا يلزم الغاصب كوحد لعي وحد يقول لازمين هيا رد ما غصب ما غصبه وحد لعي إنه مرتعليه شرع عبادة الجرس وما معنى المكاذي ظالم كبار لغبتي وروحي وقوم غي علي بليش إلا يقو مرة من سماء إن قصب يدرغي محكمة ذي أما مرك الله كعبسي يجرتو تأول مسألك روح واحد ظلمي بانكو يستيو واك حولا يقال معاك لك عمقا وماشي ذي يضم
marka waxa lagu laasiminaya ka qaasibka waxa uu dhacay calinteedii qaabkeen loo caliya marka biinamaahi wa fis aw bi arshi naqsihi mithal wa wax laga hadlay xoola dhacday ruuxa wuxuu dhacay dhe xoola dhacay dhe qofku wuxuu dhacay geel ama loo ama ari uu qaaday maalinta laga soo celinayo neefafku cayiran oo buur buuran baa laga soo celiyay markuu qaadanayna caati wada ahaayeen ma oran karo neefafka intay buurteen agteeda ku soo buurteen oo ziyaada waxa lagu siiyay ma oran karo ziyaadada qofkii xoolaha lahaa unbaa qaadanay wax lagu celinayaa jir intaaba ka tago waxayga sii dhaldareen caruur kale sii dhaleen way bateenba wixii dhan ilmahay dhalayna kii lahaabaa la siin ka qaasibka wax dhacay wuxuu reebanayaa jirin wamaca dalika waagii hore addoomaa jiri jiray addoomo baad afduubatay waad qaadatay farsamaad bartay farsamooyin dhismo wax toliid iyo wax badan baad bartay tacaaliim marka hadan ma oran kartay addoomaa intay ugu maqnaayeen waan shaqa barayo waxanbaa wax ka rabaa ma yeelkaagii baa lagu leeyahay marka marka biinamaahi aw bi arshi naqsihi waxaasoo dhan waxa qaadanaya ninkii xoolaha lahaa haddii siyaada ay wataan hadday la soo cayileen maqnaashaha intuba qofka qaasibka wax loo celinayaan jirin maxaa u daliila addaliilu xadiidu cabdillaahi ibni saa'ib ibni yasiid can abiihi can jaddihi ayaa u daliila annahu saxaabiga samica rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle ayuu ka maqlay yaquulu isagoo leh laa ya'khudh axadukum war midkiina yuusan qaadanin rasuulkeeni warkiisii waya sala allahu calayhi wasalam wardaru midkiina yuusan qaadanin mataaca akhiihi alaabu walaalkiisii leeyahay xoolo walaalkaagii muslima u leeyahay ha qaadan laa laaciban walaa jaadan ciyaarna ha u qaadan waxa weeyaan isagoo dhab ay ka tahay inaa u qaadan kaftana ha u qaadan ciyaar ciyaar inaad markaad run ka dhigato amaadoo dhabay ka tahay dulmi iyo gardaro iyo murug badanta inaad ku qaadato walaalkaagi wuxuu leeyahay laa ciyaar walaa dhabnimo waxba ha ku qaadan waman akhada casan qofkii qaata waman akhada casaa akhiihi waya walaalkaagi ul uu leeyahay ul baa laga hadlaya wax kaleeda ushu waa taqaanaan wacadda thaman badan iyadoo kuma fadhido walaalkaagi ul uu leeyahay haddaad qaadato isagii kuma siin waad qaadatay falyaruddahaa buu rasuulka alla yidhi sala allahu calayhi wasalam abu daawuud iyo tirmidi axmed intubay isoo wada saaray xadiiska ul walaalkaagi uu leeyahay haddaad qaadato dulmiya gardaraad ku qaadato u celi baa lagu leeyay wax kale badaa wax badan badaa wax badan badaayo ul haddaad dulmi ku qaadato celinteedii baa lagaa rabaa وعن رافع بن خديج ولي أدي اللوي كان الدرجونا وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول كان لمحمد من زرع في أرض قوم بغير إذنهم تضل كوري من تقبستي حوقي بعد قبادتي بربيرتي محالة سمين فليس له من الزرع شيء abuurkaad abuuratay waxaad ku leedahay baan jirin ugu badana ugu badnaan haddii ixsaan laguu sameeyo walahu nafaqatu haddii ixsaanba laguu sameeyo waxa lagu weydiin karaa dhulkaa maxaa kaa galay dhul islaameed baad qaadatay waad beeratay dhulkaagii oo kale waxba kaama qasa wax jira weeyaan dhaha wax jira weeyaan dhul islaameed bu ruuxa qasab iyo dirqin weyn kuwa dadkoodii loo dilay baa jira meel cidna waa la iska qaatay xitaa maa dadkii ilaa inta la dilay baa dana la duldegay kow iyo labana maaha dhaha wax tiro badan weeyaan tulmigaabaa markaa jira qofkii markaa dhul islaameed qaata ee beerta hadar sharci baa yimid soomaa marka ay noqoto in dhulkaa iska qaato dadkoodii ay markaa soo doontaan sharciguna uu shaqaynay maxaa la sameyn waan beertay miyaa soo ayamay ka dhulkacbaa la leeyahay xitaa wuxuu kugu shardayn karaa warqob yow geedahaad iyo waxaad ku dhisdhistay oo ka fafuji
dhulka ila muuse naadir gud gud buu yeelay si buu xiba lagu leeyahay si dhulka waxaagina fuqso geedaha isisiibo waxaagi ka dunso dhulkaaga isisiib waxa yaa ku jira dhul islaam ma dhis turan adiga leheen inaad beerato inaad dhisto yaa ku dirsaday haday badatana waxa weeye nafaqadu galiyay baa la weydiin karaa war maxaa qarashkaaga galay laba khasaare ayaa lagu daba dhigeenay kasoo dhulka booliya dhacad ku qaadatay dhul islaamada lagu dirsan baad iska beertay oo maxaa kaa galay wax faa'iidaan la daba dhigin qarashkii ka galay baa loo xadin waa day badata weyaan haddii kale geedahaday fogfogsaana leeyahay dhulkana sidiisa ku soo coday yaa u dirsaday dhul islaameed inuu marka isagu u beertaama uu dhisto aw biarshi nafsihi nusqaanta ka timaada dhulka isagaa kaba ila dhul wax laga fufujiya hadal dhulkii wuusinaa wuu qurubsanaa godgod iyo meel buu yeyeela intuu inuu buuxiyo weyan aw maa naqasa min thamani lmaqsuubi waalarshu huwa farqu maa bayna thamani silcati saliimata wamaciibata weyan waxaa la fiirin dhulka haddii la dudumiyo shalay intaan buu helaayay haddana muxuu heli karaa kabka isagaa laga rabaa mithaal ahaan masalo kale wax buu qaatay booli dhul ama guri wuxuu doona ha noqdo maalintuu qaadanayay lacag fiican bay goynaysay muddada uu haystay haddeer suuq haddii la geeyo suuqba ma laha qeexii shalay u marayay baa laga qaadaya shalay dhulkay waxay intaabay ii heli lahay adaa iga xanibay adaa la maqnaa inta hadeer waqtiga iyo hadeer marka laysu fiiriyo waxaan isagaa bixanay mithaal ahaan mithaal kale haddana neef geel buu dhacay mithaal ahaan neefka geelka waa kun aan iraan maqnaasha uu la maqan yahay neefkii lug buu ka soo jabay haddeer haddii la yidhahdo la iibiyo waa shan boqol shanta boqol kale isagaa laga rabaa geelkii waa laga soo noqsaday xaqiiqatan waa ka wuu keenay ama laga soo ceshaday laakiin geelkii beecii shalay uu helaayayba ma aha beeca shalay baa loogu dhufan isagaa laga qaadaya waxaa laga hadlayay sharci weyaan sharci baa laga hadlaya mooryaanimo ma aha markay mooryaanimo jirto iyadu waa masalo kale laakiin waxaa dee laga hadlayay sharci markuu shaqaynayo weyaan ka wuxuu ahaa qodobkii hore ile afar qodob buu baabka ka koobmi doonaa ayaanu niri casharkan uu noqon doono inshaa allah baabu damaani lmaqsuubi wa fiihi arbacatu dawaabita qodobka ugu hore ayaanu ka hadalnay qodobka xiga muxuu ka hadlaya adaabitu thaani man atlafa maala ligayrihi aw tasababa fi dalika daminahu walow khata'an aw sahwa masala culus weya wuxuu leeyahay baa daabitka labaad man adlafa ruuxii halleeya amaba uu dila maalan xoolo ligayri aan qof kale leeyahay xoolaan xoolahageen baad baabiisay waad gubtay waad dishay aw tasababa fii dalika ama sabab baad u noqotay mubaashara maa gacantaadi kuma aadan dilin laakiin sabab baad u noqotay sabab kale waanu tilmaami doonaa insha allah walow khata'an gef baa allaha ka dhigo qasad maaha gef baad u samaysay aw saama halmaan baad u samaysay adaa gudaayo soo gud baa lagu leeyay mithaal ahaan gaarigaagii baad qof baad ku kala jartay oo waa dishay kasta uma aadan yeelay rabbina uu kula og yahay qofka magtiisii baa lagaa rabaa waa maxay arrinka ilaanagu kula og yahay dhaha kas uma aadan dilin laamiga buu soo galay waad kala jartay khata'an aw sahwan intum ama dhan kale u mashquulsanaan waad halmaamsantahay ayaad laamiba saarantahay mashaaqiil baa kuugu furnaa qof baad kala jartay waad lamaano qaadaysa min ajli saddi daraa'iq baa la leeyahay sharcigu meel fog buu wax ka fiiriyaa min ajli saddi daraa'iq rabbi uu kula og yahay laakiin xujada haddii la yidhahdo qofkii sidaa wuxuu dilayaan waxba loo raaco dad badan baa dad raasanaya sidaa u dili lahaa berin waxay dhihi lahayeen may uma aan jeedin dadka cadowya badan bay leeyeen qofkii cadow u ahaa marku ad gaariga uu marsiiyo may maana arkin waxyaalaha inay soo bacan baa la diiday haddii kale wax lagu dhuuntoo noqon lah iyantaaba dhici qofkii qof dila ama kas u dil ama waxa weeyaan jahli u dil haddaad naf mar aad goysaba
إن لغو دلي ماي إلا أن دلكو مركو خطأ كل ما دو قفك دل ملا لكن ديادو يا مكتوى ماشي بقولك أن يفضل لغا غادا يا كديد كاقيبا قفلو دي سما مركو حولي أما عديك السبب أنا صار هو محي كود ميران كود لغا قدين بات فاكتاي قدين كود كان قدين بار لغو دعي ولغو دلتايا قدين تسبب كان لغا دعي لغو مرامان meel wada dadka ay maraba gud ku qoday godkiiba lagu dhacay waana lagu dhintay gacantaadi kuma aadan dirin bil mubashara ma laakiin bil tasaffuf way sawka ya allah sawka la allah way sawka ba marka ee waxa uu u damaan qaadaysa sawka aad leedahay maxaa u dareela marka aad dareel baan u eegayna الدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك وحجري كولا الذي يجري أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة مركه ورئي صحابي الذي يجري أبو سلمة يا قبي يجري مركه كجيري يوديك أبو سلمة ودنتي رسولك صلي صلى الله عليه وسلم كولا اللي رضو أم سلمة أتت بطعام عنتي كانتي في صفة لها حيريض إلها ذايبي عنت كسور دي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أكنتي بريا عيشه والأيك أم سلمة رضي الله عنها صحن يض إلها ذايبي عنت كسور دي وحي أذيك بقصور جبتي وقف إن لقيو رسولك اللوقي لتوجو قال بريا عيشه بريا دي ماها بريا عيشه رسولك اللوقي بي عنت كسور فجاء عائشة وعائشة تمت مركي كبر شيء وقلت أي ماشى الله كير متزرة يد ولي بنتتي بكساء القعب صور نص إلا تقال بيسوت لك شيء وتقال بيجلي ربتا تقال بيجلي ربتا مركي بيسوق بنتتي ومعها فير نجح وين بيودتا لعنت البحرية نجح بي لتي فلقد به في الصحن نجح بي صحن كي بيكوردي إيه وداي صحن كي وانت ذا بجري حيرتي بكل دايو فكسرتها ويجي بسي مركي مرة بتايو حيرتي لا عدي ولا بقى ولا بكرم نقطين فجمع النبي صلى الله عليه وسلم رسولك يعني حيرتي بصور ريا وكل مياي بين فلقتي الصحن صحن كي حيرتي ولا بدي كيسون أو كلا جبسنا بوسكين وانت ذي بصور ريا وما شاء تقول ذي خدمة ذي بكويري وكل وكل وعنا مركب رسولك عليه سوله وهو يقول غارت أمكم غارت أمكم دبع عدونا السلام بلغا الله يا خير خلق الله هو يدين هو مسيرتي مير هو يدين هو مسيرتي عايش رسولك هنا هو يملوفش عرأي مسابو قاري لن تدهرتو تدهي كل الجوغان وحاسك أبو حاسم نيسي قاب خير الله بالنهد بل ايه اخلاق ده ونكسل غارت امكم غارت امكم رسولك اللي ويا صلى الله عليه وسلم ثم اخذ صحبة صحنك وصوقا ذي جفسنا فجاء ثم اخذ صحبة ثم اخذ صحبة عيشة كوانا صحنك اللي بقى اللي جبيه اللو بدلها صحن فيو حيرة فيو عيشة الى ذي رسولك اللي صوقا ذي فبعث بها إلى أم سلمة أم سلمة قدري سعن كذبا لهم دايا حتى هذا بالعين سعن مدر رئيسا قال ريرون وريريس لكن يجب أن يسوق دايا سعن بيجب سي وين لقى قصدا وأعطى وحسي صحبة أم سلمة عائشة سعن كذب سي الله ربوبين بتكفي يولا وقين وقال مركب الرسول قال لي طعام بطعام وإناء بإناء وحاول عنتنا عنت الموجودة صحنا صحن بالموجودة ولا ويل بالموجودة وتانو يجرنا يوم وحاول صورنا صور بالموجودة صحنا صحن بالموجودة سلام الرسول قال لي يري ويل كاري واقع ويل ويل في يوم وين السياسة ويل كار كتب سين لو تكلم ما وصل سمين مركب واقع إن ضمانة ويوح الله كان يصحن بالجبيعي صحن كي بالضمانة قاضي ولا جودة يوم مثل في يوم على السياسة كوحوها قدركي لبان أفرت قدر باب ضمان المقصود ككبنا الضابط الثالث قدر كسدحات وكاد دون أي سؤال
يضمن سائق ومستأجر ومستعير لدابة ما أتلفته. قبك سدعت وحكى الله يا قبك سائق سائق وحكى حينا قليل بوضع ومستأجر قليل كيسقى إيجارتي وسقى عنده قوة سقى إيجارتي كلها ما كوسو إيجارتي ومستعير الباب العارية ونصوم قليل كعارية هم بالموسي إيجار ما هذا كلام مليل عاري أهم بالبوسي أو دنت هذا كسو قال بالبوسي دابة ما قاليت كوحة وديرو يا بما نقال كي وضعي بابا ما نقال سائقة أما هذا الله أما سو إجارو أما عاريو لورا عن ما يبقى كثير سو إجارتي معك كري بس سو إجارتي لك هذا وضعه وحكو ديلي هذا ملك الوقوف أفسد ضمان هذا كاوح ديلي إقعانتا قوة دي يوحنا مع عاريانا الوصيو أما سوء إجارتو أما يساقوا بها الله هذا يساقوا بها مركة قودة الدليل عن حرام ابن محيصة أن ناقة البراء ابن عازب رضي الله عنه صحابي قال لي يجري براء ابن عازب هل قولها نبقير أوليا دخلت حائطاً بير بيك شيء بير إسلامي بيسك كشيء مالي النمو شرعي وحوكا قبوك اللي بيست النيف وحاويان النيف قيلا براء ابن عازب والله بير إسلامي بيك شيء وداغدي فأفسدت فيه ويفسادي سي مركب الله صلى الله عليه وسلم محكمة با مركب جرت النبي الله تعالى صلى الله عليه وسلم لواتا ضابا داغدي صحابي هشيسي بير تابي كشيء ويداغدي نعال غسل غيست فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأنما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهله لبا الله وكرا قاضي مربا التقصير كذب الله يماني حوراها ضي مالين أي بير داقان حوراها وحبهم الله يا تقصير كي يقول فلك اللي من إلا حوره مالين تتقل بيقول لي إلي داقان نيكا بيرت الإنو بيرتي زي راشدوي نعو راشموي لكن هدي هبين داقان قرد رضا نيكا حورا اللي من بايس كد إلا سيدا بقان كوي ياي حورا مركبين لقارو اي واحد مروي يكون ميران الله وطر قريبا لقيا مالين تنووي داقان هبين كنووي يويدا وحي هو يشار نبوء وقاردي بيري اسلام الوضو تانا نيكا نسكرنا سانا يدير مالين بيرتو مالين بارلا بيرتا إلا لين تأذي أمرك على قرب هذه مالين يحور بيري بيري داغدو طيعات كين بيرت الله عليه أضاب بيرت هذه الدية عيبة للي إلى المالين تحوله وحيدة بنو لين يداغا أضاب بيرت هذه عشوائي يوح إلى عشوائي لكن هذه بإنما يداغا تقصير كي يقول فالكنين كحولا لوليا حولي اسمه ملك حسن وي معروف يدك حولي لدوية قانا مروني كاللوسة ما يجيبا لكي يا اللقوهي اسكما الدائم رسول كان ليوحوا كحكم أي أن على أهل الحوائط هو بيرها لبير الليل حفظها بالنهار ما لن تبرتني إلى شذب الليل وأنما أفسدت المواشي حورا وحي فساديا ما بالليل لكنها بين مويا ضامن على أهلها وحسوق ذاي بيرتا وسوق ذاي تذكي حورا الله حراء يبرت فسادي سوق بدل ليه سيلا سقر لكن ما لني ما ديتاي برت هذا ضد يعدي بالوليه هذا حكم الله ورسوله دين ما قاضينا كوحوها قضبك سدحات قضب كبوت بيا عشر كبوت نقولتهم اللي أفر قضب كم هي من ربابنا وحقص بيا من رعى الدولية كل بعدها الضابط الرابع قضبك أفراد وحكاد الدونة من أطلف محرما لم يضمن وحرام هداد ديشو أما أضباب بيسو أما أدبكتو قدي ميسل لكن وحن وكاد لينا علمي وي وحن وكاد لينا وعلم وحن وكاد لينا الزمن هذا اللي جوه وحادنا وكاد لينا وحبتنا حرام بادر ترو وادما بشيو سيف لبود لبرا شرعي الدرسي القادتي وحبنا بدر كيس وذا حرام هذا البنامات كي وذا بوحان وعو لما وذا جيجي بنا داتي لهذا
waxo dhan baan wada jijibeen haddaa tiraahdo waa dhibkeeda iyadu waxaanu maqli jirnay cilmina baro qiyaasna ku daro labudda waa in sida hadda dhalinyartu ayyeen lama rabo dhibaatooyin badan baa ka ratimay naftaadi baad halis iyo dhibaataad u keenaysa laakiin yanbaqi ninka arrinka fulinayo waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo haddaan sameeyo masaalixda iyo mafaasidda ka imaanaysa ka imaadan wax yar gurba hadda leedahay dhib ka imaanayo labadoodii baa laysu qiyaasaa mar weliba isaguna waa masalad fiqhi ahoo baabkeedii baan ugu tagi doonaa durabbi laakiin sida sharciga qabo munkaraadka marka la arko in la suuliyo waya man ra'aa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi awood bay u baahan tahay marka ruuxaan karinna fabilisaani afkaad ka hadla gacan ma isticmaali kari laakiin afna caruurtaadiso lama hadli kartid haa dhahadan baa lagu leeyahay haddaadan intuba karinna fabiqalbi haddii taa laba iimaan baa jiraynin waya waxaa munkaraadka soconaayo o dhan oodan suuliin karin laa gacan walaa af qalbigana ku danqanaynin iimaan bartii baa jir inuu qalbiga ku xanuuna waya allaahuma ina hadaa la munkarun faasilu ilaah waxa waa wada munkaro awoodnana ma hayno allow naga suuli qalbiga inuu ku xanuuna waya laakiin haddaada markaa isu mid ka sameynayo ka arkayo daawana isu mid la wada noqdo watareen banu israa'iil aan kaga hadalnayo qisadoodii markay sidaa noqdeen baa quluubtoodii laysu garaacay eena la lacnaday lucna aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryama dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labisa maa kaanuu yafcaluun watarabiyin alla baas badanaa bala badnaa waxay sameeyeen cala alaqal qalbiga inaad ka kaata weyaan haddii kaahwa dalika adcafu liimaan weyaan haddaan taa jirin iimaan baa jir waxba danqasho jiri adaa iscadinay xanuunbaka amaay waxaa munkaraad gabdhaha qaadaaban soconayo munkaraadka khamradoo meel weliba lagu wada cabaayo xumaha ay wada jiraan odan la danqanaynin iimaan baa jirin weyaan marka marka wuxuu ka hadlayaa qodobka afaraad man adlafa muxaraman lam yadman wax xaaraama haddaad baabiiso lagaa gusan maayo sharci baa hadda laga hadlayo gud lagu oran maayo maxkamada lagu geyn maayo lagaa gusan maayo waxa waanu arki doonaa addaliil bal aanu eegno ana cabdillaahi ibni cumara yaquul wuxuu ibnu cumari leeyahay wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ila almirbadi rasuulka alle wuxuu tagay halkaa timirta lagu qalajiya meelaha timirta lagu qalajinayo halkaa buu aaday fakharajtu macahu ana waan la tagay buu yidhi ibnu cumar weyaan fakuntu can yamiini dhankiisii midigtaan fadhiistay buu yidhi wa aqbala abuubakrin abuubakar baa yimid buu yidhi hadduu abuubakar yimid dhankii midigtaan u baneeyey buu yidhi fataakhartu lagu dib baan u dhacay dhanka bidixdaan aaday weyaan macnaha fakaana can yamiinihi abuubakar baa dhanka midiga ka fadhiistay ana wa kuntu can yasaarihi ana bidixdaan ka fadhiistay buu yidhi ibnu cumar weyaan uma aqbala cumar ka gadal aabbeyga cumar baa haddana yimid ka gadal aabbeyga cumar baa yimid fatanaxaytu waan sikaday buu yidhi waan durkay lahu aabbeygii baan u durkay fakaana can yasaarihi bidixda nabiga aabbeygii baa fadhiistay dhanka midiga abuubakar dhanka bidixdana aabbeygii baa ka fadhiistay cumar weyaan faataa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yimid almirbada halka waxa weeye meesha timirta lagu qalajinayay meesha u tagay faidaa wuxuuba arkay biasqaaqin cala almirbadi fiiha khamr weelal halkaa ay yaalaan ay khamri ka wada buuxaan buu arkay soo munkar maaha khamradu waa xaaraam weelal khamri ka wada buuxaan buu arkay weelal khamri ay ka wada buuxaan buu arkay qaala ibnu cumar wuxuu yidhi fadacaanii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alleanu ii yeeray kaalay weli bilmudi mindida keen buu yidhi mindi keen buu yidhi qaala wuxuu yidhi wamaa carabtu lmudyata ilaa yowmaydin mindidu maalintaa baan gartay buu yidhi fa amara rasuulka alle wuxuu amray in weelashii khamraday ku jireen in markaa la dildilaaciyo meeshay ku jireen caagagtii meelihii in markaa la wada dilaaciyo bizaqaaqi weyaan ee weelashii weyaan khamrada ku jirtay fashuqad waa la dilaaciyay gedigoodii macnaha waa la wada daadiyay damaan ma laha dir kaari dhan oo khamra aad wada gubtay weyaan laakiin meesha ma lagu samayn kara soo dhibaatee mafsidka ka imaanaya isagii heebaa badan
بفسد كدنباي بدن بفسد كدراناي بوحو كدران ياي كاهوري مركا منكر كا مركا بلاد منكر بان علي دواتدا كدنباي هداي كسي درانتاي منكر كدرم اما دل با ايمان اي بل اك الا يسدرو نبل دافيو خطر ويا مركا تدر انت دل بغرسين لو دواتاي وخطرتيدي ويان يدو مركا كغدل مصوبن وحو يري صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها تومويا انت هذا عنه تريني انت ملعوني ويا وفرسا توانك رسولك اللي وفشغي ووضا لعنة لعنة بإليه بوري لعنت الخمر سيدة لبا خمر ضوالا لعنة حق إلهي حق رسول الله قال لعنة كومة وشاربها كخمرة عبا ملعونة خمرة ملعونة كي عبا ملعونة وساقية كددك ورابنا سوى ما عبا لكن تدك قراز بيبو وملعون وبائعها كقذا ومبتاعها كقذنا قد ودي ودي ملعوني وي كقذا كقطا كددك ورابية كعبا وحامل وكحباري خمرة دي مقاضي والمحمولة إليك الله حباري سجب الله وذا خمرة دي واللوغينا قد ودي ووذا ملعون وعاصر وكالسمينا ومعتزر وكالله سمينا خمرة وفيدا يباشو سمينا من دو الله سمينا قد ودي ووذا ملعونين وأك وآكل ثمنها خمرته كان عصدا العقد يريبه بيشا ملعوية سووا معه لكن العقد كسم يوري الهبوب بينا ملعوية وقد ما يمرك بابك قيبتي سيدا ما نمرينا وعن أبي الهياج إلا وحيالا لضماني نينبا شيء وردو حرام يا إلا ما ضمان خمرته كمينا حداد وذا الججبسو شرعي هدوجرو شرعي إسلامنا وشغينا يسعوك دقورا ماي آلة الله بمزامير موسيقى يا شيء قربانا ضروا وذا الججبي سيء لغا قسر ماي وعن قادين شرعي ويا لكن وما يشوه كشغينا لواتا واتنا صوت المعنين مفسد كبدا نعدو كينا يا باي مفسد كبدا نعدو كينا قاعدة مباجرته صوت المعنين لكن هذا جيرين وحوى يكوسا لانتهى عقد الله والمرين مزاميرته وحوى موزيكا وقربان وحي لم يتكاوي آلة الله بليلة هذا الصدور كودي وعن أبي الهي منكر ولبنا والمد هذا بابي سؤال لغا قسر ماي سؤال لغني ماي وعن أبي الهياجي الأسدي قال وحوى جيرين قال لي علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب وحو البجري ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوكو ما تري شغلوا إلا تري رسولك اللي شغلوا إيدي وأكل مكودي وسوكو ما تري أنكودي ويا معنا أنكو لا تري مركب رسولك اللي وحو إيدي ويري ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته قبر تاغرين هذا أركين إلا إن أدلك الله سنتمها قبور تلتاغي منكر ويلا ما أقول قبر قبرك قدر شبر أما أنت إن لا وككر ما يسمى قبر تاغي تور لغدك وأري متفق عليه لكن لما تدرك كتب تلو قرن من هذا قبر تاغن هذا دركته وين السنتام إلا قوي ويتور كتاغن كو إلا ومنكر زوجك قبر جيسي مركا قبور تأبيه ونسي خرش فوق قريبا يدمسي ضماء مجر توح إلا منكر بعض سميسي منكر كيبا إلا الزولية منكر كل وين الزولية ومركا يبو تيسي أجر توليا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بعد استعمال إبسا مركا ولا صورة إلا طمستا صورة وح بدان هذا البدان مبرم بقاعدة نقول لجي سوما وحلي وحلو إكيسي وحيوان كري قلت وذين أكتر لمرية وين لكن هذا أنت أرعنا مفسد كي ما أنا يبل إيه كباب بدنا أنا يمرك لكن هذه أود له لي الصورة تعالى وح بدان نفلا دم وإن عكت الله مريم وح بنا ما شرط إذا قال ما أقوله وح بدان وح ويان الروح قال مركب سمي جيل سمي مساء سمي جوري سمي لقماش
لكن نفلونا الشمبر بابويا الله كان بيادا سميسو وقياما مركا لتاقو وحا إذنكي ما سميسو النف قرر هذه بالبولة النفكة كين تابا الوعد هذا هذا سميسو ما النف تقلي بالبولة النفكة كين لكن ينبغي وقدم بعين وحا هبو المركا على من يتلف هذه الأشياء رماد المكسو هذا اللي قبري بان دوين مركا لهذا سلامتا انت تاغان تالويكا وذا الدمين اي عقتا وذا مرين مركض ليدها اي راعي المصالح والمفاسد في ذلك اللغو الى اليوية مصالح ذي المفسد ذي ايقس حضان بابي هو اري شرق لكن حكا ايمانك نب كوين بدل اي المفسد كوين بدل عدوك ايمان اي اي لواتا بدل اي ايمانك ارتو نبكا كرم بدل ايقيا نبكا كايمان اي فذيك اللبر وعمانته وحو علمي نصوص مركا لوقاته دواتوي ككاي مان كاري كميتا ترسيبا لغاتي وحبا لمغلي ويرر لغاتي سونا عبر باتي علماء ويكاد قواعد ويكاد شيء انت الله موافق الله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله على نبينا محمد.